بالخير. نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم. فقرتنا صباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقعات صباحيه دائما نكون معكم، اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. طبعا اليوم بيحمل طاقه 18، أمس كان 17 يوم 18، اليوم هو خلينا نعتبر أنه يوم من المحاذير. وطبعا معي ساعة وأنا ممكن أنه أتابع الساعة لحتى أعرف 17 و18 هما من أهم الأيام المهمة اللي ممكن اليوم متابعينا الكرام ممكن أنه نحذرها، أو على الأقل نكون حذرين بانتقاء تفاصيلنا وأعمالنا وربما بعض المعاملات. طبعا ذكرت الصبح انه انا مودي معامله، وطبعا هو اليوم مو صح انه انا يعني اشتغل اي معاملات. بالعموم راح يكون اليوم طبعا القمر هو في مولود الجدي الترابي، وهنا راح تكون وتكون لنا زاويه من حيث انه الجدي هو حاكم بيته زحل، راح يكون بمقابل او قريب من بلوتو في برج الحوت، وايضا المشتري المتراجع. هذا هو سبب متابعينا الكرام. طبعا ايضا ما ننسى مريخ الجوزاء في أعلى نقطة في دائرة، عاملين مربع، هذا المربع اللي هو راح يكون لنا يوم 17 و18. وعلى فكرة حتى يوم 18 ممكن أنه يكون يوم، أنا حسب اعتقادي أو تصوري أو اللي أفرض أنه أقوله، أنه يوم إجازة لجميع الأبراج من جميع أمورهم العملية. يعني حتى في اليوم اللي أنت ممكن اليوم تريد تروح به بحياتك اليومية العادية لازم تكون عليك محاذير وتكون دارس القضية بطريقة جدا يعني حذرة وانتقائية حيل. يعني الخطأ ما يغتفر في هذا اليوم وإن كان بسيط. ليش؟ ما هو هذا المتابعين الكرام المريخ طبعا والزحل، يعني مريخ كوكب حرب، مريخ وزحل كوكب مرض، كوكب وباء، كواكب صعبة باختصار. هذا في قديم الزمان كانوا يسمونه كواكب صعبة أو تسمى بهذه، يعني زحل هو كوكب الطاعون، فلذلك لما ظهر قبل كم سنة كان ناتج عن كورونا، تمام؟ لذلك فإذا اجتمعت هذه الأبراج مكونة زاوية مربعة مائية، ماذا يعني؟ هو بالمقابل محاذير، لكن ماذا يقوي لنا؟ يقوي لنا المطر. المطر قد نشهد فيضانات متابعينا الكرام، وأنا يمكن بالأسبوع اللي مضى وقبل الخسوف والكسوف اللي كان في برج مائي أنا تحدثت عن أنه ربع الأخير أو هذا الشتاء يكون يعني ممطر ورطب، وتكون حتى هناك واحات خضراء، ربما أيضا الصحاري تنتج عن واحات زرع جدا جميلة وخصبة. إذن هو خير بقدر ما أنه هذه الزاويات إذا تكونت قريبة من بعضها فهي محاذير، تمام؟ لكن تقوي عندنا جوانب معينة. على العموم ما نطول عليكم متابعينا الكرام، ربما اليوم قمر الجدي هو اللي عمل هذه الزاوية. طيب هل هي الأبراج الثلاثة اليوم قبل أنه أخذ الاتصالات؟ تمام، أنا رايحة للاتصالات، أوكي اتصالاتكم كثيرة، لكن هي هو حدث، ما ممكن أنا أترك حدث حتى أروح لاتصالات. بس افهموا علي متابعينا، 17 و18 هي زاوية جدا مهمة، عليكم الحذر. أيضا بالمقابل أنا أقول نبتعد من أي معاملات حتى وإن كانت معاملات اجتماعية، يعني بيني وبين الأصحاب خليني أحاول أكون أهدى من اللي آني بي. وطبعا بالمطلق ما نروح لا عمليات ولا تجميل ولا كل شيء، تمام؟ أوكي. طيب متابعينا الكرام، وبالمقابل إذا كان الجد اليوم القمر هو مسعود للأبراج الترابية، ممكن تكون مسعودة، لكن من بعد ما أخذ اتصالاتكم راح أفهمكم ما هي الزوايا اللي ممكن أنه تنساعدون بها وممكن أنه تعطي محاذير. قولا واحدا، قمر الجدي هو اليوم يدق إنذار للجميع، عليكم الحذر 17 و18. من بعدها إن شاء الله نخرج من هذه الطاقات إلى فضاء واعملوا ما شئتم. طبعا أيضا بتوقعات إيجابية جميلة إن شاء الله من بعد بكرة لح تنتظرونا متابعينا الكرام. يلا روحوا وياكم لاتصالاتكم ومشاركاتكم. أيضا 12 برج راح نحاول أنه نعرف حيثياتها ومدى تأثير اليوم هذه الزاوية 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 المهمة على جميع الأبراج. يلا نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. أول اتصال هاتفي، ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح العافية مية، هلا، شلونك حبيبتي؟ حبيبة قلبي الغالية، من معانا؟ أنا عذراء. عذورة صباح العافية، من وين تتصلين عذراء؟ حبيبتي من بغداد، أنا برج العذراء. لا 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 تقولي لي عذورة، أنت وين؟ أنت وين عذورة؟ صحيح والله صار فترة مجهولة يا حبيبتي، سجلنا غياب ترى هيك شيء. إيه
ايوه والله صحيح حقكم. وين الاخبار حبيبه قلبي؟ انا الاخبار كلها زينه. أيه؟ وانا الخبر عند بشرج. يا الله اخويا اللي خبرتك عليه وقلت لي بشهر 12. أه؟ ان شاء الله يصير عنده عقل قران. أه؟ الحمد لله والشكر لقينا له مرض ما شاء الله هالايام بنحضر للخطوبه مالته وعقد القران. الف 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 مبارك عليكم يا ربي. وشو كان التوقع معاكم يا عذوره؟ الحمد لله والشكر 100%. واني هم قلت لي ان شاء الله اظن في شهر 12 تمشي وجابوا لي النشان مالت الخطوبه مالت. او 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 كلش حلو كلش حلو حبيبتي عذوره. على الخير والبركه حبيبتي يا قلبي. يومين دادك علي شبشت وردت تشوفي لي شنو الاخبار يا عيوني. طيب عذرة بمناسبة التوقع الصحيح اللي بي 100% ولا مليون؟ لا والله مليون بالمية. فديتك اني. زين شنو حابة تقولين لمتابعينا يا عذورة عن تجربة؟ يعني الصراحة وابد يعني غير مجاملة او تملق يعني توقعاتك كلها 100%. حبيبة قلب الغالية يا رب يتمم لكم إن شاء الله على خير ومسرات وأفراح يا رب إن شاء الله. آمين. السعادة الأبدية يا عذراء. آمين حبيبتي. طيب هسه أنا أريد أعرف على برج العذراء. أي وبرج الميزان. طيب يعني توافق شنو أخبارهم شنو وضع برج الميزان هالأيام؟ طيب العذراء اللي هو أنت يعني معروفة. أي. والميزان اللي هو الشريك. تمام. طيب هذا فوق المتوسط من الطول يعني رفيع خلينا نقول يعني مو نحيف كلش ولكن يعني معتدل الطول والقامه. اي تمام يعني تمام تمام. اي ما بدي اقول يعني معتدل الطول والقامه. طيب شوفي والله هذا الشخص تشعري هذا تشعرينا حباب يعني حلو مطيع يسمع الكلام يحاول يرضي. تمام. اي يعني البدايه حلوه بما أنه هذه السنة طبعاً للعذراء والميزان على الربع الأخير راح يكون توالف جداً جميل وإيجابي. هاي شو وقت عذراء راح تتابعين أيضاً على الهواء مباشرة لأنه أنا إذا قلت لك هذا الحدث بين الميزان والعذراء راح نحرق الحدث فأكيد أنت ما راح تقبلين الحدث يحترق بس بقولاً واحداً كلام واحد أنه أنا أقول لك هالتوافق. أي نعم توافق جداً حلو وكأنه شوفي وكأنه شوفي هي في رزقه حلوه للطرفين. اللي عفوا احنا يعني في الثاني اخابر كانت اكو مشاكل وكانت امور مو صح 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 صح. اي اي كان عدم توافق كان شوي اكو تناحرات كان اكو يعني بفعل بعض الافلاك بس هذه الفتره هسه فتره جدا ممتازه لهذه الابراج خصوصا لكم. يعني راح شوفي انتوا كنتوا كانه مسوين مسار هبوط او زاويه هابطه او انحدار بس هذا يعني الانحدار على اساس هالايام امورنا يعني شغلت هاي الامور مالت النيشان وهاي الامور تخلص بس صار بها تاجيل يعني هم ماشيين طبعا اكيد تاجيل اكيد تاجيل. ما انا قلت لك انحدار في مسائل الانحدار وتاجيل وامس انا لو كنت متابعه لمواليد العذراء من البنات اللي اتصلوا علي انا كنت اتحدث على انه العذراء قطع معاها يقول لها انتظار. تمام تابعتي البارحه؟ اي فهذا البرج اللي قطع لمسائل العذراء هو كمل على الاغلب العشريات اللي انتم منعتهم كمل معاهم الحديث لكن قطع عليهم على مسائل تاخير شويه. تمام لكن الخير قادم ان شاء الله. تخلص لل 25 يوم القادمه ان شاء الله للعذراء. اني يعني اكو قراءه كلش حلوه يمكن من يومين ثلاثه انا قاعد انوه عليها اتمنى الجميع انه يتابعني ان شاء الله راح اخصكم بقراءه تخص العذراء لانه قولا واحدا خلينا نقول انه مسائل جدا ايجابيه ارتفعت بهذه الفترات وتخدم هذه الابراج وهذه المواليد. طبعا عطارد دوره حياتيه اخرى هو كان في مولود مائي لذلك يعني الخير الكثير لهذه الابراج فان شاء يعني الله خير. اللي خبرتك عليه اخويا اللي قلت لي بشهر 12 حتمشي اموره وهسه خطبته صارت. نعم. هي البنيه اللي خطبنا فيها اسمها مريم. بس ما عرفت قد مواليدها بس اسمها مريم مواليد 97 هو ياسر مواليد 88 هو طيب. 13/12 بالضبط. أي تعرف زوالة يعني شنو زواج أكو هيك أمور تمشي طيب. أمورهم تكمل لا؟ شوفي اليوم تحديدا ما راح أقول لك ما راح أقول لك تدرين لأن إذا أقول لك اليوم تزعلين يعني كلامي يزعل. قولي ليش؟ ما هو أمس كان القمر القوس كان القمر عند القوس أمس للأقواس كانت سعادات غير اعتيادية أمس لو كنت سألتني كانت الأمور غير عن اليوم بس
بس القمر انتقل أمس من القوس، اليوم هو متواجد في مولود الجدي. أنا أتمنى منك إذا تحبين تعرفين طاقة هذا الشخص بعد يومين، خلينا نعدي 17 و18 ومن بعدها يعني أبتالي بعرف إنه يصير بيناتهم دول اثنين الزواج لو هم يعني أكو فزيز. اليوم ولا برج راح أقول له شيء، ولا برج راح أقول له شيء، لأنه اليوم قولا واحدا نحن في زاوية حرجة، نحن في زاوية حرجة. فإذا تريدين أقول لك عن قول أنا ممكن أزعل، ممكن تزعلون من كلامي. نعم. أنا طولت عليك بس دا أسألك زي. برج الميزان هم بعد عنده مشاغبات وأمور لا؟ لا والله يمشي سيدة وعدل. هذا البرج اللي إجا مننا أنا عدلت يا تعديل مسار سيدة وعدل، فما تقلقين. شوفي يعني كأنه أكو انتقال، باي أكو انتقال. وين راح تنتقلون أنتوا؟ مقررين سكن لحالكم أو انتقالة أو شيء؟ لو في اي هو دارج يشيل يعني بيه. شلوني دادة؟ اي لا ماكو داز امور استثمار. توكلي على الله. توكلي على الله عذورة. طاقة جنن عندك، بس اليوم ما راح احكي عن اي شيء يخص توافقات ابراج، لان احنا في طاقة زاوية، والزاوية ما ممكن ان اخترق الزاوية حتى استغفر الله، الله اكبر، هو اللي يعلم يعني بغيبيات الامور. تمام؟ فانتم لازم على يوم السبت يعني؟ من عيني عديلي 17 و18 وتعالي اسألي ما شئتي. تمام عذراء، شكرا جزيلا لك يا حبيبتي، واهلا وسهلا بيك. متابعينا الكرام، يعني للامانه ونحن اليوم نتحدث ايضا عن انه هنا يعني هذه الطاقات اللي هي عامله زوايا جدا حرجه، زوايا جدا مهمه. في ظل هذه الزوايا المهمه ما ممكن التحدث عن اي قضيه ممكن انه تكسبها انت اليوم او ممكن تسال عنها. هو حدث ونحن في اتجاه حدث. يلا الاتصال هاتفي اخر ايضا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، مرحبا. حبيبتي الغالية، مية هلا. منو معانا؟ ألو 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 ألو، السلام عليكم. حبيبتي صباح العافية، مية هلا. بعد أمران أم علي وياك من كربلاء. يا أهلا وسهلا أم علي، شلونك شخبارك؟ ويش أكثر بعد عمره، والله على الله الحمد لله، لا أنت بخير إحنا بخير. يا ربي دوم إن شاء الله بصحة وسلامة حبيبتي معلاوي. وين أنت؟ وين الغيبة معلاوي؟ والله شكرا، واتصلوا انقطع الاتصال، أظن منتظرة. يلا اليوم إحنا سعيدين بسمع صوتك. بعد عمر إحنا الأسعد. يلا حبيبتي معلاوي تفضلي. تفضلت. والله شوفوا لي برج تسمية 16/3/81. طيب أنت 81 مواليد و 16/3؟ نعم. تمام؟ اي تمام. 16/3 تمام؟ تمام. اي خيه، هو متوقع احنا نعرف ان الحوت مشتري. يلا، شو تسألين حبيبتي معلاوي؟ اتمنى تقول الحظ، الصحة، الرزق، والله تعبانة كلش. زين، احنا نقول الصحة ولا الحظ؟ يلا. والله كلنا بعد قدرين. أم علاوي صايرة طماعة، هواي تدين تسمعين أخبار حلوة. يلا تعالي خلينا نسولف. والله أنا تفاعل بيت ستمين. يا بعد قلبي فدوة لعينك حبيبتي والله. أم علاوي شوفي، أول المسائل أكو موضوع قلقك، موضوع قلق ثاير انتباهك، قلق. شو هذا القلق والحذر اللي أنت بيه؟ أي والله ستمين صحيح. أي في قضية يعني أنت ونايمة هيك غافية، تجي على بالك تصحين ما تقدرين تنامين بعد. صحيح أي والله صحيح. تمام حبيبتي؟ صحيح تمام. ان شاء الله خير يا ربي، بس انت لا تحاولين تنطين عمق للقضيه، نحن على الجو ما نقدر نحكي خصوصيات او اسرار عوائل او اشياء تخص الناس، تمام؟ لكن انا عرفت لك الموضوع، انت فهمتي انا شنو قاعده اقول، تمام؟ نعم نعم. اي نعم. ف يا ربي خير، يا ربي خير. بالمقابل هذا الزحل اللي في اعلى زاويه مع بلوتو اللي في بيتك، شوفي أم علاوي، شنو سبب هذه الإشكالات اللي أنت الآن قاعدة تواجهيها؟ أولاً أنت أغلب مواليد الحوت من النساء كانوا تحت طاقة صعبة جداً، يعني كانوا حتى ما يقدرون يتنفسون، أوكي؟ شوفي صحيح. هذا البلوتو اللي نزل من أعلى نقطة إلى أسفل نقطة معاك، كان المشتري متراجع عندك في بيتك في قعر دارك، هو يفترض المشتري بيت حظ، تمام؟ قد تكونين باعي، قد تكونين محفوظة من خطر أو من اتهام أو من شيء أو موقف نقدك هذا المشتري، يعني كنت قلقة من شيء وخايفة من عنده، أو كان مسائل اتهام، أو ربما تكون هي في مسائل عليك. حماك منه؟ حماك المشتري، يعني لولا وجود المشتري
يعني كنتي محظوظة في ظل هذا الهوسة كلها، فالمشتري هو اللي رحمك يعني من أي تعرض آخر أو من أي كلام كبير ممكن أنه تتعرضي له. فما أعرف أنا لحد هسه دا أحكي لك إيش رأيك، شو دا أقول صح؟ صحيح والله، تسميت كلها حتى صحيح. فما تقلقين، كثري من الاستغفار يغير الاقدار. الاستغفار والبسمله في فاتحه الكتاب كلش تناسب اسمائك الان، وشوفي شوفي شلون راح هذا الحال كله في ليله وضحاها يتغير معك يا ام علي. حتى الصحه متراجعه انت نسبيا هذه الفترات، طبعا اكيد بفعل هذا البلوتو اللي هابط في بيتك. شوف حتى نساء الحوت ايش قد ما كانوا محظوظين بفعل المشتري وهدايا المشتري معاهم، لكنهم بنفس الوقت يتعرضون لنكسات صحيه عليهم والانتباه. نساء الحوت ايضا رجال الحوت من الوعكات الصحيه. طبعا رجال الحوت ينتبهون لمسائل الضغط وليس السكر، ما هو اثنينهم ابيض ابيضين، لكن الضغط هو اكثر المسائل، لانه هذا المريخ او البلوتو اللي هبط في مولود الحوت يعني لرجال الحوت الضغط، مسائل الضغط. وقد يكون ضغط مسائل مهمة بفعل مريخ الجوزاء، إذن هي مسائل ومعادلات كلش مهمة. والله أنا يعني أحيانا أفسر حتى كيميائية، فعليكم الانتباه. للوقت ما يسعنا لحتى نفوت بتفاصيل أكثر، لكن بالعموم رجال الحوت عليهم الانتباه من الضغط، والنساء عليهم الانتباه لوعكات صحية. المشتري يحميكم من جميع التفاصيل. أرجع وأقول لرجال الحوت ورقة من 25 سنة، قد يكون صك، قد يكون حظ يا نصيب، قد يكون أوراق قديمة، قد يكون حق مسلوب ثم يعود، قولا واحدا مع المشتري. وأيضا الزهرة اللي تحميك وربما تعطيك مساء المال، لأنه على الطالع وعلى الباطن الحوت نساء الحيتان هم اليوم محظوظون، لكن عليهم الانتباه إلى الوضع الصحي. شوف متابعينا أنا قاعدة كفي قولا واحدا أنه ما نقصر، يعني إذا جينا على برج يحمل اسم معين نكفي مع كل الجانب حتى جميع الأبراج تستفاد من الكلام اللي قاعدة نقوله. طيب يلا لاتصال هاتفي آخر أيضا. طيب يعني وقبل أنه أختم معكم متابعينا الكرام، 17 و18 هذه هي الطاقة مع وجود بلوتو في مولود الحوت متراجع مع المشتري، زاوية الجدي اليوم اللي حصلت عاملة أيضا مربع آخر مع الجوزاء أي المريخ. إذن مريخ وزحل، شنو انقلاب العالم راح يصير؟ اهدوا ان شاء الله خير يا ربي. تفاصيل اوسع متابعينا الكرام اكيد من خلال شاشتنا وعلى حصر المنان راح تسمعوها. تنتظرونا بالاسبوع القادم بالعوده مره ثانيه لزملائنا، ونقول لكم باي باي.